نينا من وامدا معكم. أنا بالمنتدى الاقتصادي العالمي، مواليد عبد الرحمن، مدير عام بشركة Red Sea World. خبرنا عن خبرتك بقطاع المطاعم. خبرتي في قطاع المطاعم ما هيش على خبرتي أنا بس، أنا جاي من فاملي بيزنس، شركة العائلة بقالها 90 سنة في مجال الأغذية والمشروبات والمطاعم. دخلت البيزنس بقالي دلوقتي سنتين، بس قبل كده خدت خبرات من بروكتر اند جامبل، وبعد كده في الكوربريت وورلد، وبعد كده دخلت على الاغذيه والمشروبات. اللي احنا بنعمله ان احنا بنقدم حلول للمطاعم والفنادق وللريتيل كمان، على ازاي ممكن ان احنا نوصل منتج بجوده احسن بكوست اقل للمستهلك. عايزين نعمل حضانة، بس مش من ناحية المالية، لكن 90 سنة أوف الخبرة دي عايزين ننقلها للرائد الأعمال اللي موجود في السوق المصري. في بيزنسز كتيرة جدا أعمال بتبتدي وبعد كده بتاخد وقت قصير وبعد كده بتقفل تاني. عدد البيزنسز اللي شفناها بالشكل ده كتير جدا، فإحنا دلوقتي بنشتغل على إن إحنا نعمل تولكت أو دليل إن إزاي حد يفتح مطعم بطريقة سهلة من غير ما يخش في الريسكس أو المخاطر بتاعت إن هو يقفل البيزنس بتاعه بسرعة. فبنحاول إن إحنا نعمل ده بحيث إن إحنا نكتر عدد البيزنسز في مجال المطاعم ونقلل في نفس الوقت البيزنسز اللي بتقفل. فإن شاء الله خير. إن شاء الله خير. وشو بدك بتقول يعني للناس اللي عم بيفكروا إنه تكنولوجيا وريادة الأعمال نفس الشيء؟ طبعا التكنولوجيا في الفترة اللي فاتت أخذت السبوت لايت عليها الضوء جامد جدا في حتة ريادة الأعمال، وهي جزء مهم جدا من ده، لكن ما هياش كل ريادة الأعمال. مهم جدا ان احنا نبتدي نبص ريادة الأعمال هي ايه بالضبط. هي كل فراغ موجود في المجتمع بتاعنا او في السوق بتاعنا اللي هنضيف، لو احنا حلينا الفراغ ده هنضيف شيء جديد للسوق، فده في كل المجالات. طبعا لما بنيجي نقدر ان احنا ناخد ده في حاجات غير الاونلاين، بنلمس نسبة ممكن تكون اكبر شوية من الناس اللي هم الكونسيومرز بتوعنا او المستهلكين، وكمان بتبقى بتحل لهم مشاكل موجودة في حياتهم اليومية اللي بتواجههم. شكرا كتير لوقتك. شكرا، ربنا يخليك.